أثرتها حكاية بلدية القيروان والموظفة اللي تم تصويرها وهي تتفوه بكلمة نابية، وتم نشر الموضوع هذا على موقع فيسبوك وأثر جدل كبير بين التوانسة. اليوم التوانسة يقول لك من حق نصور إذا كان فما تجاوز، ولا إذا كان صار تجاوز عليا من موظف من الموظفين هذا كحجة بالنسبة لي وباش نوصل معناتها ناخو حقي. وفما شكون يقول لك لا ما عندكش الحق اليوم تنتهك خصوصية العباد وتصور وتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. القانون شنو يقول؟ وقتاش القانون يحمي المصور ووقتاش القانون يعاقب المصور؟ هو الموضوع قديم جديد، لأنه كنت أتذكر حتى أسابيع فارطة كانت كاميرا أحد السيارات رفضت أحد الأشخاص يرتكب جريمة سرقة تعهد في جوال، وكيف كيف صار الإشكال حول مدى إمكانية نشر صور لأشخاص بسبب ارتكاب جرائم، لأنه مشروع عملاق، لأن المبدأ في القانون لا يعذر الجاهل بجاهل القانون، لأنه كي نرجع للدستور في فصل 30 الدولة تحمي الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، نقول فصل 38 أن الدولة تضمن الحق في نفاذ المعلومة. قرأوا نص فصول يبدو أن نص فصول متناقضين، لكن هم مش متناقضين الواقع، لأنه الدولة كرست حق دستوري وحماية المعطيات الشخصية وكرست الحق في نفاذ المعلومة. كيفاش يصير نفاذ المعلومة إذا كان ما فماش خرق بالمعطيات الشخصية؟ ممكن نرجع لقانون حماية المعطيات الشخصية، وهو قانون اصدر في 27 جويلية 2004، ينص في فصله الأول أنه لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتباره من الحقوق الأساسية المضمورة بالدستور. ولنا من نجموش نعالج المعطيات هذه اللي بنشأنها أن تجعل شخص معروف لدى العامة إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان، باش ما نصعبوهاش على الأشخاص. إذا كان شخص يكتشف جريمة من واجبه أنه يصورها، لكن أين يقع الاستظهار بتلك الصورة وذلك التسجيل؟ ما يقعش نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه في ذلك الوقت يدخل الفصل 89 وفصل 90 من القانون اللي كنت نذكر فيه تحمية المعطيات الشخصية اللي يعاقب بالسجن والتعاقب وخطية قدره 5000 دينار كل من يتعمد إحالة معطيات شخصية لإلحاق مضرة بالغير أو دون موافقتي من العقوبة الأولى. والفصل 93 يعاقب بالسجن وثلاثة أشهر وبخطية قدره 3000 دينار كل من يتعمد بمناسبة معالجة المعطيات الشخصية الإساءة إلى الحياة الخاصة لصاحب المعطيات الشخصية. لأن نشوفوا أن قول المعطيات الشخصية يمنع تداول صورة لشخص حتى وكانوا يرتكب في جريمة. تقول لي شو نعمل إني وشوف جريمة ونحب معناها توصل فوالا نحب صوتي يوصل فوالا هاي نمشي. دونك لنا القانون حتى نتاع حماية المعطيات الشخصية قال راه كل شخص يكتشف جريمة ولا عنده كاميرا معناها فيها تسجيل لجريمة عليه أن يمد تلك المعطيات إلى السلطات الأمنية أو إلى النيابة العمومية اللي هي المؤتمنة على الأسرار هذه، واللي هي باش تقوم بتتبع ذلك الشخص، لأنه ما يلزمناش نعاقبوا الشخص مرتين، مرة أولى في صفحات التواصل الاجتماعي وتصور المحاكمات الشعبية، ومرة ثانية أمام القضاء اللي باش يتعاقب من أجل نفس تلك الجريمة. دونك الوحيدة اللي عندها الحق في التتبع هي الضابطة العدلية تحت إشراف النيابة العمومية. وهذاك علاش كل شخص يصور، ما قلناش ما تصوروش، يصور أي معناها جرم معين ولا أي انتهاك لحقوق الإنسان ولا أي معناها إضرار ممتلكات الغير ولا أي جريمة، هو يقوم بمد تلك التسجيلات إلى السلطة المعنية اللي هي إما السلطة الأمنية أو السلطة القضائية، وهي اللي تقوم بدورها في تتبع ذلك الشخص المعتدي ولما يقف دور صاحب الصورة. أنا نقوم بنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي خلينا تحت طائلة القانون الجزائي وتنجم العقوبات توصل إلى عام سجن. قال معناتها اليوم ما نستهتروش بها الحكاية، لأنه ليمات الأخرى الحقيقة وليت دور برشا الفيديو. حتى مبارح شفت فيديو متاع زوليدات سرقين شكارة فيها شلايك على ما أظن، من صاحب سيارة تعطلت في الطريق قام أحد المواطنين بتصويرهم وتنزيلهم على ليغيزو سوسيو، الحادثة متاع القيروان، الحادثة متاع اللي سرق التليفون. صحيح معناتها باهي ولاو مواضيع اليوم لدى
الرأي العام وخلينا معناتها الناس تعرف القوانين وشنية العقوبات وغيره، لكن في المقابل نجم اللي يصور كما قلنا يوصل يدخل الحبس معناتها في جرة نشره لمعطيات شخصية لأشخاص أخرين دون رضاهم. النيابة العمومية أو الوحدات الأمنية هي الوحيدة اللي تنجم تنشر لها ولا تعطيها الـ 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 الصور هذوما أو الفيديوهات هذوما، هكا ولا لا يا دكتور؟ بطبيعة الحال اوكي، لا ذاك ليش نرجعوا المبدا انه لا يعذر جاهل بجاهل، قانون هيك تو نعرفوا انا عندنا قانون يحمي الحياه الخاصه هذيك القلعه، لانه ذلك الشخص عنده عائله وعنده اطفال ينجم يكون هو غدوه باش يتعاقب، لكن ماذا بتلك العائله حتى يقع وصمهم ولا يقع فرجهم اجتماعيا؟ شفتوا شنو صار اذا كان الاخبار صحيح مع والدة تلك الموظفه؟ انا توفيت امبارح، كنا عدينا الاخبار معنا في المباشر، توفيت الله يرحمها وينعم. عاقبنا شخص ربي يرحمه هو ذي الأعمار بيد الله، لكن وكأننا نعاقبه في الغير بوزر شخص آخر، دونك احنا العقوبة شخصية، ما نجمش نطالع عائلة ذلك الشخص أبنائه أشقائه يقع فرجهم اجتماعيا أو وصمهم، دونك لما يلزم ننتبهوا عنا معلومة نعطيها للسلطات الأمنية، وهي من دورها كيف النيابة العمومية أن تسير الدعوة العمومية وتقوم بتقديم المجرمين إلى المحاكم لتسليط العقوبات في صورة توفر أركان الجريمة ضدهم. واضح، شكرا لفضلك، شكرا لك دكتور، كل مرة تنورنا هكي نقصدوك واش تعطينا معلومة معناتها تكون قانونية واضحة ودقيقة. شكرا للقاضي والدكتور في القانون دكتور فريد بجهة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. موصلين معكم لقانا، أهلا وسهلا، نحكيو على أزمة لحوم الدواجن في تونس، متى ستنفرج هذه الأزمة؟ نحكيو في الموضوع تتشويتا. صوتكم لكتير ضيفنا في المباشر.